والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم في حلقة اليوم وفي على مدار 3 حلقات متتالية، والحلقة دي أولهم هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تحت عن جافا سكريبت أو توت، والسيريز ده من الحلقات الأربعة راح يحكي في الطريقة أو الطرق اللي تقدر من خلالها تطلع أو تشوف جافا سكريبت بتطلع لك النتيجة فين، عارف اللي هو تأثير الكود بيظهر فين يعني، تمام؟ أو الفانكشنز الميثودز اللي بتعمل الكلام ده، تمام؟ أنا راح نتعرف على 4 طرق. حلقة اليوم راح نتعرف على أول طريقة من طرقهم اللي هي بتكون عبارة عن document dot write، ده ميثود document dot write. طيب في الأول أنا عندي ملف HTML فيه 2 هيدنج وعندي سطر نايم هنصحيه بس كمان شوية، وملف الجافا سكريبت بتاعي فاضي ما فيهوش أي شيء، راح أكتب فيه من اول تاثير. انا عارف اني كده كده في HTML ممكن اطلع محتوى، يعني انا كده كده عارف المارك اب، يعني عارف الرسوم والتاجز بتاع HTML. انا في جافا سكريبت عايز اطلع محتوى بجافا مش في HTML، فهستخدم طريقه document dot write او الميثود ده. هكتب document والنقطه وبعدين كلمه write، وهفتح قوس واقفله وهقفل السطر البرمجي بتاعي بسيمي كولن. تمام، بين الدوكيمنت دوت رايت جوه البريسز دولت يا جماعه هبتدي احط المحتوى اللي انا عايز اكتبه. طيب في الغالب لو كان المحتوى مثلا عباره عن عمليات حسابيه او خلينا نكتب مثلا فور تيستينج، نكتب 5 في الاول. هعمل انا كنترول اس وهرجع واعمل ريفرش، هلاقي كلمه 5، وطبعا هلو دولت كانوا موجودين في مرحله الاستراكشر بتاع الاتش تي ام ال، تمام؟ وديت بتاعت جافا سكريبت، فانت عارف ان اللي بيحصل ادي نفس الترتيب اهو، انا ما جبتش حاجه من عندي، يعني اللي اتنفذ في الاول المارك اب، يعني حط لي الاتش تي ام ال في الاول وبعدين دخل على الخمسه، رغم ان الخمسه اول حاجه موجوده في اول سطر في جافا سكريبت، بس اللي بيتنفذ الاول بيبقى المارك اب، وحضرتك عارفه كده كويس من المقدمات اللي عمالين نحكي فيها دي. تمام، كما ان جافا سكريبت از يو نو بتدعملي مساله العمليات الحسابيه، عملت مثلا استرسك هيديني المنتج بتاعي 25. حلو، دي ده القصد منها، انك بتحاول تشوف حاجه قدام منك لايف، فاهمني انت؟ ذات الوثيقه بتاع دوكيمنت دوت رايت، انا عايز اكتب نص الميثود، عايز اكتب نص جوه، اسف اكتب شيء معين جوه الوثيقه بتاعتي. حلو الكلام؟ جميل خالص. ادي كده جربناها على عمليه حساب على رقم، ممكن نجربها على متغير مثلا، سي مثلا انا قلت فار وديت هنحكي فيها بعدين، خلينا نقول برضو علي بيساوي وما بين لو انا قلت مثلا برضو 5 وانهيت السطر وهقول له دوكيمنت ترايت وعلي المتغير بتاعي، فلو اعمل ريفرش هيظهر لي 5 للدلاله على اني ده لمكان الفاريبل. طبعا انا عايز اكتب نص معين في السترنجات، انا بعمل طبعا زي ما حضراتكم عارفين الكيوت او الكوتيشنز، الكيوت هي اللي بتظهر لي النص نفسه، تمام؟ لكن في اسامي المتغيرات انا مش محتاج اني احط دبل كوتيشنز، لانه بيعملها كانها سترنجات. اول ما تشوف الدبل كوتيشنز او الكوتيشن دي بيعرف انه بيعملها كانها سترنجات، وكمان شويه هنعرف مشكله بتتحط في السنجل كيوت ولا الدبل كيوت، هنحاول نوصلها ان شاء الله باذن الله لحظه. طيب حلو الكلام ده. عايزين نقول نقطه، يعني نقطه بتمثل لي مشكله في جلب الميثود دوكيمنت دوت ترايت. بتقول ايه يا جماعه؟ بتقول ان استخدام دوكيمنت دوت رايت بعد ما بيحمل ملف اتش تي ام ال راح يحذف لك كل الحاجات اللي اتحملت، كل الداتا اللي اتعمل لها مارك اب راح يحذفها، ودي مشكله استخدام الدوكيمنت دوت رايت. يعني عارف خلينا نشوف تاثيرها. طيب تاثيرها هنشوفه لما نصحي السطر النايم ده. السطر دايت يا جماعه كل اللي فيه اني عامل بوتون، مستخدم فيه بوتون، تمام؟ والبوتون دايت من نوع بوتون انا موجه عليه اون كليك، وكاتب في الاون كليك السطر ده دوكيمنت دوت رايت عايز اكتب فيه 5+6. حلو الكلام. انا كده يعني خليني احذف كل السطور اللي في الجافا سكريبت وارجع لملف اتش تي ام ال، فاهم؟ فصل، وكاتب على البوتون كليك مي ان يو ويل سي،
بس يبقى لما اضغط عليه هينفذ لي ايه لون كليك، هنحكي فيها المشوار ده بشكل مفصل يعني. بس المهم لما اضغط عليه انا عايز لون كليك الايفنت ده يوقع ينفذ لي دوكيومنت دوترايت يكتب لي 5+6. واخد بالك من نقطه مهمه خالص، ان ملف المارك اب فيه ايه؟ فيه اتش 1 وفي اتش 1 في 2 اتش 1. طيب نعمل ريفرش كده، ادي الزرار يا جماعه. ملف السكريبت، ملف الاستراكشر فيه اتنين، في كونتنت في المارك اب، لكن لما ضغطت بقى هيظهر لك 11، والكونتنت راح فين؟ الاثنين اتش تي ام، الاثنين اتش 1 دول اتحذفوا يا جماعه. فده واحده من ضمن النقط اللي يعني كيب فوكس وانت بتستخدم دوكيومنت دوترايت اب من الاخر اساسا. علشان كده الامر ده يعني دوكيومنت دوترايت ما بنستخدمهاش غير واحنا بنعمل تيستنج، عارف انت بتعمل تيستنج بس، انما ما بتستخدمهاش في وسيط المستند، انت بتحاول تستخدم حاجات تاني. لما تيجي تكتب جو كود جافا سكريبت، اقصد لما تدرج اكتيفيتي وبالذات لما او تعمل التريجر، المساله مش هتمشي يعني بنوع من انواع البساطه، لان هنحاول نخليها يعني فيها حبه تعقيد. ممكن تشيل داتا فاريبل وتستدعيه وحاجات كده جميله خاصه بالفورمز، خاصه بالانيميشنز والنقط دي. طيب انا كنت عايز اقف عند نقطه غايه في الاهميه بصراحه. لو انا كنت كتبت مثلا هنا علي، طيب ممكن تقول لي ايه اللي في بالك، ايه اللي ممكن يحصل يعني مثلا؟ جس ايه اللي هيحصل؟ جميل التخمين. خلينا نشوف. طيب كده ريفرش وانا اضغط هيقول لي عندي مشكله، لاني انا علي از نوت ديفايند. اصل انت كاتب لي اسم، والاسم ده مش حاطه ما بين كوتيشن سواء سنجل او دبل، يبقى ده عباره عن ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما او مش هنلف وندور، يا اما كونستراكتور حاجه محجوزه في قلب اللغه، يا اما فاريبل انت عايز تقول لي عليه. طب انا كلغه عارفه كل الكونستراكتورز اللي عندي، فما عنديش حاجه اسمها علي، عارف؟ ده لو كان ديت اقول لك ماشي مش مشكله كونستراكتور، لكن ايه علي ده بتاع ايه؟ فده اكيد فاريبل. فعلشان كده هو بيقول لي في الكونسول لا انا ما اعرفش فاريبل اسمه علي، فحدده لي. انا ما كنتش اقصد كده طبعا، انا كنت اقصد اني عايز اخليه في ايه؟ عايز اخليه كنص سترنج، واللي خلاص زي الفول. ميم السترنجات بنعملها اف في قلب البرمجه يا جماعه، بنحط لها يا سنجل كوتيشنز يا دبل كوتيشنز. خلينا نقول انا حطيت دبل كوتيشنز. ده بالمناسبة دي مشكلة كنا عايزين نعالجوها مع بعض. انا هنضغط كليك هيقول لي برضه unexpected token. فالunexpected في السطر رقم 13، السطر رقم 13 او اللي احنا فيه ده السبب من القضية ديت هو موضوع الدبل كوتيشنز يا جماعة. وانا هقول حل دلوقتي، والحل الثاني هقوله في وقته اللي هو مش دلوقتي. لو انت اصل انت كنت مستخدم دبل كوتيشن في الايفنت نفسه، اللي هو لما عملت الايفنت اللي هو اون كليك، فتحت الدبل كوتيشنز وكتبت كود جافا سكريبت، جوه تستخدم لي بقى سنجل كوتيشنز علشان الكونتنت بتاعي يظهر، او تستخدم حل بديل هنحاول نشوفه ان شاء الله باذن الله في خلال لحظات. فانا لو حولت القصه لسنجل كوتيشن هلاقي الكونتنت بتاعي اللي هو نص جمله علي ظهر، اللي هو كان موجود ما بين الاثنين دول. انا ممكن ابدل طبعا، لو انا استخدمت جوه دبل كوتيشنز ورحت بره مستخدم السنجل كوتيشنز، سنجل كود، تفتكر هيحصل حاجة؟ أو هتفتكر يعني هيحصل فرق جامد؟ نعمل كنترول اس ونشوف المستند راح يحصل فيه ايه؟ كليك، المسألة اتطبقت. يعني المسألة بتبقى بالتبادل كده، طالما استخدمت سنجل أو استخدمت دبل ما في مشكلة، الاتنين بنستخدمهم علشان نعرفه جمل السترنجات، والكلام ده هنحاول نأكده عليه إن شاء الله في مرة تانية لما ندخل على الفاريبلز والداتا تايبس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.